صباح الخير، أهلا بكم في لقائنا مع المصور محمد مهدي. يقام هذا اللقاء ضمن معرض تراب القمر أو مون داست، المقام حاليا في جاليري فوتوغرافيا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويستمر المعرض لحد 17 مارس. قبل ما نبدأ هعرف محمد سريعا، وبعد كده هو هيكلمنا عن قصة مشروع تراب القمر بالتفصيل وعن مسيرته المهنية بشكل خاص، وهيكون في فرصة لطرح الأسئلة في آخر اللقاء أو يعني خلال البرزنتيشن. محمد مهدي مصور وثائقي ومخرج مصري من مواليد القاهرة، ومقيم حاليا في الدنمارك بغرض الدراسة. ومهدي بيشتغل مع المجتمعات المهمشة وغير المرئية في مصر، زي ما هنشوف في مشروع تراب القمر اللي بيتناول في قضية سكان منطقة وادي القمر في الإسكندرية. حصل مهدي على جوائز عديدة وتمويلات لمشروعاته الفوتوغرافية ومنح دراسية، وشارك في معارض عديدة دولية. وفي 2018 ظهر على قائمة نيويورك تايمز لانس كواحد من أهم المصورين الناشئين. وفي 2021 حصل على زمالة ماجنوم فاونديشن للفوتوغرافيا والعدالة الاجتماعية، وهو أحد سفراء أو البراند امباسادور لسوني. شكرا يا محمد إنك أجبت دعوتنا، وممكن تفضل يعني اعمل شير للسكرين وابتدي الكلام. اوكي، شايفين الشاشة بتاعتي صح؟ بالظبط. اوكي تمام، انا نسيت اشير الصوت. تمام الشاشة؟ تمام. والله انا مش عارف، بس لان الزوم دايما انت مبتبقاش عارف مين اللي جاي ومين ما جاش. بس الاول شكرا ان كنتوا حضرتوا او ان كنتوا اهتميتوا ان كنتوا تيجوا النهارده، ودي اول حاجه. والتاني حاجه، انا شايف الاهم دايما هو اسئلتكم، او اي حد عنده اي سؤال ممكن يوقفني في اي وقت او يكتب حتى السؤال في الشات لو عنده فضول يعرف حاجه معينه او مهتم يعرف ايه اللي حصل في الفترة دي او ايه اللي انا عملته عشان اوصل للحاجة دي، لان انا شايف ده هيبقى اهم النهاردة. اسئلتكم، وبرضو ساعات صعب انك تلخص تجربة 4 أو 5 سنين في اقل من ساعة، بس انا هحكي لكم الحاجات المهمة وليه مهم ان انا اشاركها معاكم. بس برضو ان اي حد عنده اي سؤال يوقفني اي وقت، واعتقد دينا هتبقى شايفة الاسئلة، فممكن توقفوني او ممكن تحطوها في الشات ومن وقت للتاني كده هنبص عليها سوا. الموضوع بدأ ازاي؟ قصة تراب القمر، انا عايش في اسكندرية في منطقة العجمي، والمنطقة دي بالظبط حوالي 10 دقايق لو انت بتتحرك بعربية من البيت عندي لحد هناك، ودي كانت دايما بعدي عليها دايما فترة ما انا بدرس في الكلية من 2016 لحد 2019. كنت دايما بشوف بيوت جنب مصنع اسمنت، بس عمري ما فكرت يعني ايه اللي بيحصل جوه وازاي المصنع ده قريب كده من المنطقة السكنية، فكنت بالنسبة لي ده حاجة عادية يعني بشوفها كل يوم. لحد ما في مرحلة ما كان جه واحد صديقي في 2016 كان عايش في المنطقة، ولقيته بيقول لي ان احنا بنعزل عشان اختي كانت هتموت بسبب المصنع. فساعتها كان استغراب اللي هو ليه، ايه اللي حصل لها يعني، ايه اللي هيموتها؟ فقال لها ساعة ده أزمة وبسبب الأسمنت الموضوع بيتطور. فكان بالنسبة لي برضو مستغرب لأن أنا عندي أزمة بس الموضوع عندي بسيط وخفيف، فازاي ان حاجة زي كده بتتطور ممكن توصل بني ادم لحالة ان هو ممكن يتوفى بسببها. فساعتها دي كانت بداية الريسيرش، ان انا ابتدي ادور على النت ايه اللي بيحصل في منطقة وادي القمر. والحقيقة انا لقيت ساعتها صحفيين كتير كانوا راحوا للمنطقة او قنوات كتير راحوا واتكلموا عن الوضع، وكان بيحصل اوقات كتير تظاهرات في المنطقة واحتجاجات بسبب المصنع وبسبب الاذية اللي بيسببها. فالموضوع كله بدأ بالبحث، ودي حاجة مهمة فكرة البحث. يعني بالنسبة لي كانت تكون الجملة اللي بتقول ان الفن هو اصلا مبني على البحث، وكل ما البحث بتاعك يكون قوي وكل ما تبقى معلوماتك اكتر بتكون وجهة نظرك اقوى، او بتكون الجزء اللي انت بتناقشه من الزاوية بتاعتك بتبقى اقوى، لان على الاقل انت بتعرف
ايه اللي اتعمل قبل كده، الناس اللي جت اتكلمت في ايه، طيب هل الناس اتكلمت فيه ده كان مهم بالنسبه لهم ولا بالنسبه للي اتكلم، هل اللي انت عايز تتناقش فيه هل ده هيكون مفيد للمجتمع ولا لا، لان احنا في الاخر احنا بنوثق، فالتوثيق معناه ان احنا بنحفظ شيء او ان احنا عايزين ننقل رساله او ان احنا عايزين نقول او نوجه توعيه للناس اللي ما تعرفش. فمهم انك انت وانت في مرحله اي مشروع بالاخص المشاريع الفنيه او المشاريع اللي ليها علاقه بالتصوير الوثائقي او اي حاجه عموما انا بشوفها في الفن، كل ما بيبقى فيه ريسيرش قوي او ما عندك معلومات كتير عن الموضوع اللي انت حابب تتكلم فيه، الفيجوالز او اللغه البصريه لما بتيجي تشتغل او توثق او تصور او تكتب ده بيبقى اقوى مع الوقت. فالموضوع بدا معايا بالنسبه لي بفكره البحث وان انا اعرف اكتر، والصراحه كان كل ما انا بدور كان فضولي بيكبر اكتر ان انا لا طب ايه ده، طب ازاي ده حاصل، وانك تبتدي تقعد مع حد فيبتدي يوجهك او يقول لك لحاجه معينه بتحصل في المنطقه. وطبعا الموضوع بيبدا بالناس، لان انت دلوقتي انت مهما كان كمصور وثائقي او كباحث انت دايما غريب عن المنطقه، فاقرب حاجه ليك انك تعرف بيها انك انت تدور على النت، فالنت انت بتشوف برضه وجهات نظر ناس تانية راحت، او انك انت تروح بالفعل تعيش في المنطقه وتكون وسط الناس وتسمع منهم، فساعتها انت بتاخد معلومات يعني تكاد تكون حقيقيه بنسبه 90 او 100% من الناس ان هما ايه اللي بيحصل او هو ايه اللي بيواجهه كل يوم او حياته ماشيه ازاي. فدي كانت بدايه الموضوع. فانا هوريكم القصه اللي هي كانت نتاج من 2016 لحد 2017 او نص 2018، وبعد كده انا رجعت تاني عشان اشتغل على فيلم وثائقي واكمل تصوير، وهحكي لكم التجربه مشيت ازاي. فالاول هي منطقه وادي القمر، هي منطقه سكنيه في غرب اسكندريه زي ما انتم شايفين، هي البلوكات اللي في النص اللي مكتوب عليها وادي القمر. المنطقه هي متحوطه باربع مصانع، المصنع اللي قدامها ده مصنع اسمنت مبني على بعد 10 متر بس من المنطقه، المصنع اللي على يمينهم مصنع بترول، المصنع اللي وراهم ده مصنع ملح، المصنع اللي على شمالهم ده مصنع تكرير بترول. فالمصانع كلها حوالين المنطقه، بس الضرر الرئيسي اللي جاي على المنطقه والسكان هو من مصنع الاسمنت، لان الرياح بتبقى شرقيه غربيه من ناحيه البحر، فحتى الانبعاثات اللي بتطلع بتبقى بتتوجه بشكل سريع ناحيه المنطقه. مشكله كمان ودي ان احنا بيناها في الخريطه، ان المصنع لما اتبنى هو اتبنى طبعا 1000 سم ده 10 متر، اتبنى كمان 320 متر من خط البحر، فدي كارثه لان ما ينفعش اصلا في القوانين الدوليه لبنى المصانع ان يبقى فيه اي مصنع جنب خط البحر باقل على الاقل ب 500 متر. فدي كانت خريطه مهمه ان احنا نبين فكره ان وجود المصنع في المكان ده غلط من الاول. دي المنطقة السكنية، وهي المنطقة في الحقيقة هم سموها وادي القمر عشان هو زمان كان فيه حقول قمح بتتزرع، فكان القمر لما بيطلع والانعكاس بتاع النور عليها فسموها وادي القمر كمنطقة جمالية. بس طبعا السكان دلوقتي هم بيوصفوها بوصف تاني، هم بيقولوا عليها وادي الجحيم، هو مش قمر خالص. فالمنطقة في تخطيطها هي اتخططت بالظبط بلوكات، يعني زي شوارع مثلا نيويورك اللي هو كل الشوارع مفتوحة على بعض، يعني هو بلوك جنب بلوك بس كلها متفتحة من كل حتة أو حوالين كل مبنى سكني شارع. فالمنطقة تخطيطها جميل، بس للأسف الشكل بتاعها بعد مصنع الأسمنت أو شكل البناء مع التلوث الموضوع مختلف تماما. والصورة دي الحقيقة مش أنا اللي مصورها، ده كان حد شغال في المصنع ساعتها بس علمته جزء من أساسيات التصوير عشان يقدر يصور لي الفيو ده، لأن أنا كنت حابب أدخل المصنع بس معرفتش أشتغل حتى يومية معاهم، بس كنت حابب أعرف إيه اللي بيحصل جوه من الحكي اللي اتحكالي، بس كان الموضوع في الآخر صعب شوية. فهو صور الصورة دي بالتليفون، دي حوالين المصنع. في أي زاوية في المنطقة أنت بتشوف المصنع أكنه هو خارج من نص البيوت أو من نص المنطقة، إن هو جزء منها. ده أول بلوك في المنطقة السكنية، وزي ما أنتم شايفين الشارع اللي عند العربيات هي دي بس المسافة الفاصلة في الخلفية ورا في المصنع. ده
في الأوقات اللي كان الفرن بيشغل فيها المداخن بتاعته، أنت لو بتمشي في المنطقة الموضوع أكنه بيمطر تراب وأسمنت، لأن المصنع لحد دلوقتي شغال إن هو بيحرق الفحم وبيحرق الزبالة، ده بيزود التلوث، لأن هما المفروض كبعد ما المصانع إن المفروض بتحرق ده كطاقة بتولدها، المفروض إن هو بيعملوا حاجة إن هما بيرشوا عليها مية عشان التلوثات دي ما تطلعش في الهواء، بس هم عشان يوفروا فبيطيروها على طول في الهواء، فده بيزود الاكتر عن الاسمنت اللي هو بيطلع. فطبعا انت لو هناك لو ماشي لو عندك مثلا عربيه، وطبعا لو حد راح بنفسه هيشوف ده، بتلاقي الاسمنت بيتجمع بسرعه، او مثلا حد يبقى ماشي فانت كل شويه لازم تمسح هدومك او تمسح عينك، او في ناس بتبقى ماشيه في اوقات مغطيه وشها او مغطيه راسها بسبب الاسمنت. في القصة طبعا كان جزء مهم في المعيشة مع العائلات والحياة اليومية بتاعتهم، طبعا كان في أطفال اللي بيوتهم بعيدة شوية الحمد لله مش متضررين قوي بالموضوع الأزمة الصحية، بس اللي احنا اكتشفناه إن في أطفال كتير بتتولد بأول يوم في حياتها بأزمة، فالموضوع بقى وراثي من أمهاتهم، يعني الطفل بينزل على طول في الجينات بتاعته هو عنده أزمة بسبب والدته أو بسبب إن هو عايش في المنطقة. فيوسف اللي هو في الصورة اللي على اليمين ده من الأطفال اللي هم عندهم أزمة ومش بيقدر يلعب، لأن هو تطور الأزمة إنك أنت المجهود بتاع الرئة عندك مش بيبقى شغال، فخلاص أنت ما دام هواء كتير مش بيدخل بشكل مناسب، يعني إحنا كبشر بنستخدم 80% من قدرة الرئة بتاعتنا، بس أنت كل ما بتقل خلاص المجهود بتاعك بيقل. ودي كانت صورة تانية، فكان أوقات بنستخدم فكرة الدبتكس عشان نبين الفرق إن في أطفال عايش حياتها ممكن بشكل طبيعي دلوقتي، بس في أطفال مش عايش حياتها بشكل طبيعي. دي أمل واحدة من أبطال القصة، ودي كان والدها بيجهز لها جلسة النفس، والأطفال معظمهم يعني هي المنطقة عايش فيها 60,000 عيلة، مش أقل من النص يعني هم عندهم رب بدرجات مختلفة. فهي أمل كان والدها بيجهز لها جلسة نفس، أمل جت المنطقة وهي عندها 3 سنين، وبعد 6 شهور بالظبط جالها أزمة وهي ما كانش عندها أزمة. فدي حاجة برضو كانت بتثبت في البحث اللي احنا شغالين عليه ان هو المنطقة هي بيئة غير مناسبة ان الناس تعيش فيها، حتى انت لما بتيجي غريب عن المكان انت لو عشت هناك فبشكل ما ممكن بنسبة كبيرة تتعرض لأزمة. كان جزء مهم دايما من الحكاوي بتاعت السكان عن فكرة معاناة الأهالي مع عيالهم، إن يعني دي حاجة دايما بتتعبهم نفسيا، إن هو لو الشخص ذات نفسه صحته كويسة بس إن هم أولادهم بيتولدوا بالرب، فالموضوع شوية بيبقى متعب نفسيا للحالة النفسية. ده برضو عم أدري وبنته، ده شباك بيتهم زي ما انتم شايفين، فبرضو فكرة الأسمنت بيتجمع كتير. مصطفى برضو من الناس اللي هو تطور الأزمة انك انت بتوصل لمرحلة انك بتفقد الشهية بتاعتك، او انك انت بتفقد حاسة التذوق والشم، فهو كان بيقول ان انا لو ما عرفتش او ما شفتش ان انا باكل ايه مش هعرف انا ايه اللي انا باكله. دي كانت الأشعة بتاعت أمل، ولو حد بيعرف يقرأ الاكس ريز هيشوف المشكلة اللي عندها. الصورة اللي على الشمال ده واحد شغال في مصنع الأسمنت، وهو كان حقيقي معترض على اللي بيحصل، بس هو كان شغال إن هو شاب، يعني بشكل ما معظم الناس ما كملتش تعليمها فبتدور على شغل عشان يعني تساعد أهلها. فهو بيقول لي التيشيرت الكورة ده إحنا كمصنع بيدونا تيشيرتات كورة عشان نلعب ونجيب لهم بطولات، فهو كان مستغرب يعني بيقول لي يعني هم يأذونا في صحتنا في مجهودنا وبعد كده عايزيننا نلعب كورة عشان نجيب لهم بطولات. الصورة اللي على اليمين ده كان عوضي، وده كان فوق السطح عنده الحمام بتاعه، وكان بيقول ان هو خايف، هو اتولد بأزمة بعد كده الموضوع بقى احسن معاه، بعد كده هو بيخاف لما بيجي يلعب ان هو الموضوع يرجع يتكرر معاه بشكل تاني فيبعد عن الحاجة اللي هو بيحب يلعبها. ده عبد الرحمن من السكان اللي اهالي الدكتور قال له انك انت ممكن تموت خلال كام سنة بسبب الوضع بتاعك، لان هو الرئة بتاعته وصلت ان هي تشتغل لحد 20%، فبرضه لما بتوصل في الحالة دي بتحتاج يعني لو انت شفته في الجنب بتاعه بيحتاجوا ان هو بشكل مثلا كل 6 شهور يعملوا زي عملية ان هم يبتدوا يشيلوا المية من على الرئة فاللي هي بتتجمع.
ده كان صورة في بيت. أول ما دخلت هو الست كانت يعني البيوت اللي هي قريبة من المصنع بسبب الاهتزاز بتاع الأفران بتاعة المصنع، فبتبتدي تعمل تشققات زي ما انتم شايفين في البيوت. فأنا لما دخلت البيت كان غريب، لأن كل الحيطان محطوط عليها ستيكر كرتون أو ورق حائط أو متغطية بشكرتون زي لزق. فلما بسأل الست انت ليه مغطية البيت بالشكل ده، قالت لي يعني أنا عايز أشوف بيتي جميل زي الناس، فانا كل ما بيحصل شق او حيطه تقع فانا بدريها بشيكرتون او لزق. فكانت الصوره دي شويه معبره عن اللي بيحصل في البيوت اللي هي في الصف الاولاني. نفس الكلام في سقوفها بتاعت ناس بتقع بسبب الاهتزازات دي. الفرق بين الصورتين ان الصوره اللي على الشمال دي كان في بيت علا، وكان ساعتها قلت لها ان هي تسيب الشباك مفتوح بس نص ساعه، لان معظم الناس هناك لما بتروح المنطقه بتلاقيهم مغطيين المنطقه بمشمعات بلاستيك او اكياس بلاستيك عشان التراب ما يخشش. طبعا ده بيسبب مشكله ان هما في الصيف ودرجات الحراره والفرن درجه الحراره طالعه منه، فده بيزود الحراره عندهم. بس زي ما انتم شايفين ان هو في خلال مثلا اقل من 10 دقائق بيبتدي يتكون زي انش او سنتي من التراب والاسمنت مع بعض. فطبعا الناس هناك بتقول لي ان احنا بننظف كل شويه، يعني يكاد يكون كل ساعتين محتاج تنظف. الصوره اللي على اليمين حد لو خدت بالكم مكان التراب على السجاده، هو حد خلق يعني هو خبط السجاده برجله، اللي هو بيقول لي بص التراب قد ايه انا زهقت يعني من كتر التنظيف في البيت. دول برضو عيلة مصطفى وعيلة الحاج أدري، وكان الصورتين دول كانت فكرتهم جات لأن كان مصطفى بيقول لي إن إحنا كعيلة كنا فاكرين زمان إن إحنا يعني بنروح استوديو بنتصور مع أهلنا في أيا كانت الخلفية بتاعت الاستوديو منظر طبيعي، بس إحنا دلوقتي أنت لو طلعت فوق أي سطح هتلاقي المنظر بتاعنا الطبيعي هو المصنع. فده كان إلهام لفكرة، يعني كان في الأول المخطط إن أنا أشتغل على سيريس كاملة تبقى كلها بورتريهات للعيلة، كل واحد فوق بيته ودي الخلفية بتاعته. بس بشكل ما اتغير التفكير مع الوقت ومع المعلومات الكثيرة اللي انت بتستقبلها في الريسيرش. كان جزء في البحث برضه في المشاكل اللي الناس بتقولها، ان هم دايما بيقولوا ان احنا جايين الاول. بس طبعا كان القصه دي تندرج تحت فكره الانفستيجيشن، لان كان الواحد عايز يثبت ان الكلام ده مش حقيقي او على الاقل يتاكد مين الصح. يعني هو الموضوع مش الواحد بس ان هو يهاجم المصنع، بس ان هو يحاول على قد ما يقدر يدور على الحقيقه ويسمع من كل الاطراف. فساعتها لقيت كان هنا على الشمال دي كان زي عقد إيجار كانت لست يهودية عايشة اسمها ديفا كونينا، كانت بتدفع 25 قرش سنة 1927. والصورة اللي على اليمين كانت من أيام الملك فاروق برضو، عقد تمليك لبيت كانت 1900 حوالي 29. فطبعا لما بتيجي تشوف طب هو المصنع اتأسس سنة كام، فالمصنع اتأسس سنة 1948. فطبعا يعني البيوت موجودة من قبل المصنع بكام سنة، فده طبعا بيثبت ان الناس ليها الاحقيه لان هي ناس جت الاول. حتى لما لقينا خريطه من هيئه المساحه المصريه، الخريطه دي كانت ممسوحه سنه 1944 قبل المصنع ب4 سنين، وما كانش في الخريطه في المصنع موجود، كان بس تخطيط للبيوت وكان موجود شكل وادي القمر وكل البيوت بتاعتها. بس طبعا احنا ما قدرناش نستخدم الخريطه دي في النشر، بس كان خلاص يعني الناس هنا موجوده من قبل المصنع بكام سنه. برضو أحمد كان ساعتها في 2016 كان عنده 11 سنة، ومن الأطفال اللي اتولدت براب، وبرضو من الأطفال اللي هي حالتهم متأخرة لأن هو 11 سنة والمجهود عنده لازم ياخد حوالي جلستين نفس في اليوم، وياخد برضو أجهزة بخاخات النفس معاه في المدرسة من غيرها ما يقدرش يتحرك. دي التشققات اللي كنا بنتكلم عليها من شوية. برضه كان جزء من الريسيرش عن فكرة اللي انت بتسمعه من الناس ان هم عايزين يعني يعبروا عن حالتهم النفسية بشكل ما. انت بتترجم ده كمصور او كفنان؟ يعني عمر من الاشخاص اللي هو كان الصورة اللي على الشمال، هو دايما اكتشفت في تليفونه ان هو بيعمل فوتوشوب لوشه
على كفرات المجلات والممثلين المشهورين. فلما سألته عن السبب ده فقال لي ان هو يعني كان نفسه يعيش الحياة دي بس هو مش عارف، فهو بشكل ما بيحقق احلامه ان هو في الفوتوشوب ان هو يحط ده، فبيتخيل ان دي حياته. فطبعا ده كان جزء من الضرر النفسي اللي الناس بتمر بيه. برضو كان خلال الرحلة ال4 سنين كان جزء ان احنا بنتابع حالة كل شخص مع الدكاترة او الناس اللي احنا بنقدر نروح معاها للدكاترة، وبيبتدي يشوفوا هما محتاجين ايه او حالتهم فيها ايه. برضو جزء من العمليات اللي بيعملوها فكرة ان هما لازم يشيلوا المية على الرئة وازاي ده مكلف. ده كان الشباك بتاع أوضة عبد الرحمن، برضه الأسمنت والتراب. برضه كان جزء من الريسيرش ان هو فكرة ازاي ده بيأثر على الحيوانات، وبتقدر تشوفه كل سهولة يعني في المنطقة، يعني الحيوانات بتتوفى هناك كتير. عبد الرحمن طبعا من الشباب اللي هم عندهم 33 سنة، الدكتور لما قال له انت ممكن تتوفى قريب كده كده، هو ما كانش بيقدر يبذل مجهود، فهو معظم الوقت نايم يعني في الجامع يا اما في البيت او حوالين البيت، ان هو للاسف يعني ما يقدرش يشتغل اي حاجه فيها مجهود. فبرضه كان جزء من البحث مهم عن فكره ان هو الضرر اللي بيحصل هو مش بس ضرر بيئي، بس هو بيبقى ضرر نفسي على الناس، هو كمان بيكون ضرر على الرجاله اللي هي بتشتغل وبتعول عائلتها او بتساعد اهلها، لان بشكل ما انت لو فقدت صحتك ان انت بتشتغل بيها فانت ده بيأثر اكيد، سواء انت حد كبير او حد عايز تتجوز او حد لسه شباب. فده برضو كان جزء مهم او جانب مهم ان احنا نبينه في البحث. دي الحاجة فاطمة الله يرحمها، بس هي كانت ما عندهاش مشكلة صحية، بس هي كانت مشكلتها في الحتة التانية النفسية. هي كانت عايشة في الصف الأولاني جنب المصنع، وكانت الست دايما بتبقى قاعدة جنب الشباك جنب التليفون بتاعها منتظرة حد من أحفادها أو من إخواتها يتصل. هي كانت عايشة في البيت ده مع 11 أخ وأخت، وكلهم سابوا البيت ومشوا من المنطقة، بس هي ما قدرتش تسيبه عشان ده البيت اللي هي اتربت فيه ووالدها فيها الذكريات بتاعتهم. فهي بالنسبة لها إن هي تفضل قاعدة في البيت في ذكرياتها أحسن من إن هي تسيبه أو مش قادرة تسيبه. ده كان عمر في مرحلة ما وإحنا شغالين في القصة كان قرر إن هو يسافر ويسيب البيت، يدور على أي شغل في حتة تانية ويسيب حتى الشغل في المصنع. وده كان عبد الرحمن، ودي كانت آخر صورة اتعرضت في الترتيب بتاع الصور ده. حد عنده أي سؤال حتى الآن؟ أو في أسئلة اتسألت في الشات عشان أنا ما مش شايف في أي حاجة؟ أنا هقول لك لما يبقى في أسئلة يا محمد، يعني ممكن تكمل في العرض بتاعك، وإحنا أنا يعني هعمل مداخلات في النص. تمام، في حد أوكي في حد عنده سؤال حاليا؟ اوكي ولا نكمل؟ خلينا نكمل. اللي حصل بقى في 2018 ان انا بعد ما خلصت القصه كان وقتها ده تفكيري ان انا مش شايف ان انا مصور بس وثقت، ويعني مش بهمل الجزء بتاع ان احنا يعني لازم نعمل حاجه اكتر من التوثيق، بس دي وجهه نظر شخصيه انا شايفه ان هي مهم ان احنا نعمل اكتر من التوثيق. لان لو جينا اتكلمنا في التوثيق في الاول، احنا ليه بنوثق؟ فالتوثيق زي ما قلنا هو انت بتحفظ شيء، او على الاقل انت بتوثق شيء عشان انت عايز تنشره، وعشان الشيء ده لما يتحفظ زي مثلا في لغه بصريه فده ممكن يروح حتت كتير. اللغة البصرية أقوى في إن هي تسافر أو إن هي تنتشر أو الناس تتأثر بيها أكتر من مجرد الكتابة. فده في حد ذاته كحاجة إحنا بنعملها أو كحاجة حد بيعملها كحاكي قصصي أو كمصور وثائقي أو كمصور صحفي، دي حاجة قوية جدا. لأن أنت تخيل أنت لو المجتمع بتاع وادي القمر اللي يسمع عنه ناس محدودة، فأنت بدأت تنشر ده، فبقى اللي بيسمع عنه فئات أكبر من المجتمع، من نفس المجتمع اللي أنت فيه، او مجتمعات تانية بعيدة في اماكن تانية في محافظات تانية. بما ان يعني السوشيال ميديا او الميديا عموما قربت شوية العالم من بعض، فده في حد ذاته حاجة مهمة. فكرة ان احنا نوثق، فكرة ان احنا نتكلم نقول ايه اللي بيحصل، لربما ناس تلاقي حلول، لربما ان الوعي بسبب المشكلة ده او بسبب القصص حتى بتاعت الناس اللي بتحصل
يكون يخلي عند الناس في افكار ان هو ازاي الناس دي ممكن نساعدها، او ازاي ممكن الحكومه تتدخل لان هو مصنع خاص بشكل ما وتحل المشكله، او على الاقل ملاك المصنع يشوفوا اللي بيحصل فده بشكل ما يحركهم. فالتوثيق في حد ذاته كحفظ ده حاجه قويه جدا، بس انا بالنسبه لي ما مش ببقى دايما اللي هو مكتفي او راضي بان انا بس اوثق، فدايما بشوف ان هو لا انا عايز استفيد من العلاقات اللي انا اعرفها، او على الاقل الناس اللي انا قابلتها، واشوف ازاي نقدر نحول الموضوع في شكل تاني. فساعتها كان بداية التفكير ان احنا نعمل معرض، وكانت فكرة المعرض ان هو هتكون توعية بشكل مختلف، ان احنا نعمل معرض كبير نعزم فيه السكان بنفسهم يجوا يتكلموا، ما يبقاش فيه ما بينهم وسيط، وان احنا نعزم فنانين، ان احنا نعزم صحفيين، ان احنا نجمع في المعرض ده ناس ليها علاقة بالبيئة او بالتغير المناخي. المهم بيكون في فئات كتير مختلفة من المجتمع، ويبتدي يكون في تشارك للحكايات دي لربما حاجة تحصل. وفكرنا ساعتها في نفس الوقت ان احنا نقدر نبيع الشغل ده، اللي هو كل العائدات بتاعت الشغل ترجع ان هي تساعد الناس على الاقل في اجهزه النفس بتاعتهم، في الادويه كحل مؤقت في الوقت الحالي. فنبتدي ان احنا نستخدم الفن، او نبتدي نستخدم اللي احنا بننتجه ايا كان هو ايه، ان هو يكون في مساهمه للمجتمع، ان هو يكون على الاقل في اي حلول. فساعتها في فتره التفكير للمعرض كان جالي تليفون من نيويورك تايمز ان هم شافوا القصه اتنشرت مع افاق، وساعتها كنت انا خدت ورشه في حاجه اسمها افاق اي دي بي بي، ولما اتنشر المشروع معاهم الاول النيويورك تايمز كلموني، وبعد كده مجله كبيره زي الامنستي، فالموضوع طبعا بدأ يسمع بشكل مختلف، وبدأت الموضوع شوية يبقى فيه ناس كتير بتكلمني ايه اللي بيحصل وحاجات من دي، وبدأت اشوف كتير صحفيين بدأوا ينزلوا تاني المنطقة او يبعتوا لي ان هم عايزين ينزلوا المنطقة. فساعتها الموضوع ده كان مهم ان انا بتكلم فيه، لان ما كانش معايا ساعتها فلوس ان انا اعمل معرض، حرفيا ما كانش معايا ولا جنيه ان انا عايز اعمل معرض ومش عارف اعمله ازاي. بس ساعتها كان اول حاجة جت في دماغي ان انا اروح اتكلم في توبيا، انا بدور على مكان ازاي اجيب مكان، فهم عرفوني على شركة اسماعيلية قالوا لي روح اتكلم معاهم. فجهزت لهم كده برزنتيشن هوريها لكم، ان هو انا عندي الفكره دي، انا شفت المكان بتاعكو وقدرت ان انا المكان ده اسحبه. كان ساعتها مهندسه اسمها سلمى نصار، ازاي اسحبه 3D، وعندي مخطط ان انا اعمل في المكان ده معرض. وهم طبعا بيدوا دايما الاماكن بتاعتهم للعروض، وبدات برضو ان انا اشتغل كل ده مع نفسي، ان انا افكر في شكل الفريمات، ابتدي اخد راي كيوريتورز بشكل شخصي جدا، ان هو انا شغال على ده، هل ده مهم، هل ده ازاي صح يتعمل. فساعتها كانت رنا النمر ساعدتني في ده، تشكر يعني ان هي ادتني جزء من وقتها. برضو بدات ان انا اتخيل ازاي ممكن يكون الكيوريشن بتاع المعرض، مع ان دي حاجه انا ما عنديش خبرة فيها خالص، برضو ازاي ده يكون محطوط على الحيطان بتاعت المكان اللي انا شفته. ولما قعدت معاهم وريتهم البرزنتيشن دي، الصراحة يعني لقيتهم ان هما كان ساعتها مشيرة ونيلي هدايات قالوا لي احنا هنديك المكان من غير فلوس، فدي كانت حاجة لطيفة جدا، يعني كانت مساهمة جميلة منهم ان انا ما كانش معايا فلوس خالص، وان هما يدوني مكان ممكن تقريبا بيتأجر في اليوم بحوالي 30,000 او اكتر، وكان هو الجراش كان ممر كودك لو حد عارف المكان ده. وساعتها عرضوا عليا ان انا اخد سينما تياتر وكل المبنى لو انا عاوز، فدي كانت حاجه كبيره جدا منهم. بعد كده بدات اتكلم برضو لما القصه بدات تسمع اكتر، بدات اتواصل مع ناس اجانب كنت قابلتهم قبل كده، انا بعمل معرض، انا بدور على اي فلوس تجيلي اقدر اطبع بيها، او ان انا يعني انتج بيها المعرض. فساعتها في فاكر حد يعني كان برتان بدأ يجمع فلوس من صحابه، وساعتها جمعوا 700 يورو اللي هو بالنسبه لي كان مبلغ، وبالفعل قدرت بالمبلغ ده ان انا يعني اهندل كل المعرض، او ان احنا نخلص الطباعه كلها، او الفريمينج، او ايا كانت التفاصيل الجانبيه كتالوجات وغيرها. دي كانت البرزنتيشن بتاع المعرض، كانت حاجة جميلة انك تبتدي تشوف ده يطلع على ارض الواقع. طبعا يعني انا ما عملتش ده لوحدي، ان كانت في ناس قابلتها في الرحلة دي بالذات بتاعت المعرض امنت بالفكرة، كان منهم برضو ميدو صادق، ده كان حد بدأ يساعدني في فكرة ازاي ننور المكان، وازاي برضو
نعلق اللوح في المكان وازاي ندير حاجات كتير جوه المساحة دي. فبرضو كانت ناس كتير ساهمت في الموضوع المعرض ده ان هو يخرج بشكل يعني كويس. وساعتها كانت حاجة لطيفة جدا ان اللي حصل من المعرض انك تبتدي تشوف الناس كلها متجمعة تحت سقف واحد. ده كانت لحظة يعني لحظة معرفش هي ملهمة بالنسبة لي انك تشوف الناس كلها بتتكلم مع بعض. وساعتها كان في واحدة أنا فاكر كانت جت بتعيط وبتقول لي يعني أنا دايما ببقى راكبة عربية وفي التكييف ولما بنزل الجو بيبقى حر فببقى متضايقة. فلما أنا شفت القصة أنا اكتشفت إن أنا مشاكلي بالنسبة للمشاكل دي ولا حاجة. طبعا يعني أنا كنت متأثر بده لأن أنا مؤمن بده إن الناس دايما طبعها جميل او الناس اصلها نظيف. بس احنا دايما للاسف في الحياه اللي احنا عايشينها احنا دايما متشتتين ومشغولين بحاجات كتير. ففي الاغلب احنا ساعات ما بنعرفش ايه اللي بيحصل حوالينا او ما نعرفش ايه اللي بيحصل في المجتمع او في المجتمعات التانية. ففكره انك انت بتشوف ان ازاي التصوير كلغه بصريه بتجمع الناس بتخليهم على الاقل لما يقفوا قدام شغل ويفكر بس ال5 ثواني اللي هو الشغل بيقول لك اقف وتأمل او اقف وبص اعرف ايه اللي بيحصل. فده بيخلي الناس تفكر وده بيخلي الناس يعني الناس بالفطرة عارفة الصح من الغلط. فانا بالنسبة لي الناس تتجمع على حاجة ده كان حاجة لطيفة جدا وهو ده كان الغرض من المعرض. الناس كانت كريمة جدا ان هي اشترت لوح كتير من الليميتد اديشن اللي احنا حطيناها في المعرض ان هم يبتدوا يساهموا المجتمع. في رجل اعمال جه وعرض ان هو هيزرع المنطقة كلها شجر. في واحد برضو كتر خيره جه وبدأ يتولى حالات بشكل فردي ان هو يكون يساعدهم في العمليات اللي بيعملوها كان هو المية بتاعتهم. في ناس بدأت تتولى فكرة الأجهزة النفس تجيبها وتبعتها للسكان او ان هم يشتروا لوحة فالفلوس دي بتروح للسكان. فالموضوع بدأ يحصل منه حلول تانية بشكل مؤقت كانت كويسة جدا. بس الجميل اللي حصل ان بعد 3 شهور بالظبط ان في المعرض سافر اماكن كتير واتنشر في اماكن سواء محلية او دولية ان المصنع بدأ يركب فلاتر على المداخن بتاعته. ودي كانت حاجة كبيرة ومهمة جدا لان الناس من 2008 في قواضي وفي محاكم ما كانش فيه تغيير حصل. فكان مهم ان نشوف ده بيحصل. ومؤخرا قبل ما اجي هنا الدنمارك كان ليا صديقتي في اسكندرية هبة خميس فكنا قاعدين بنتكلم فبتقول لي ان هي كان جالها تليفون من مكان ما من الناس اللي بتدعم المعرض المصنع اسف. فجالها تليفون كانوا هم عايزينها تشتغل على اساينمنت. فهي اعتذرت لان هي عندها شغل فقالت لهم انا ممكن ارشح لكم مصور تاني ممكن يقوم بالاساينمنت ده. فقالوا لها مين؟ فاول ما قالت اسمي قالوا لها يعني ده الوحيد اللي احنا ما ينفعش نشتغل معاه. فلما سالتهم السبب قالوا لها ان هو مصنف عندنا في الشركه انتي ايكونوميك. فان هو بسبب القصه اللي هو عملها وبسبب الضغط الاعلامي اللي حصل احنا دايما بنفكر مرتين قبل ما نعمل اي حاجه مع المصنع او اي حاجه تخص المصنع. فانا طبعا بالنسبه لي انا مش متضايق انا مبسوط ان هو القصه عملت ده عشان تخلي الناس تفكر بعد كده ان ازاي ممكن يبقى فيه ضرر بحاجه بسيطه وازاي احنا ممكن في حلول كتير احنا حطيناها ان هو ممكن يتم تجنب الضرر ده. بس للاسف دايما فكره الفلوس او فكره الاقتصاد المادي دايما بيسيطر. بس عايز اسالك سؤال معلش يا مهدي. هو انا كنت عايز اسالك على طريقتك في الشغل في المشروع نفسه. تمام. يعني انا شفت ان في صور متاخده على مدار سنتين. مظبوط. فانا يعني متخيله ان انت انغمست في وسط المجتمع دوت علشان تقدر تاخد الصور دي وان الناس تقدر اصلا تحكي لك حاجات انتمت قوي زي مشاكلهم الصحيه فكنت عايزه اعرف يعني ازاي قدرت تخلق العلاقه دي مع الناس ان هي تسمح لك يعني في صور انت اخذها من جوه البيوت يعني لان يعني بالذات ان المجتمع المصري مجتمع برايفت شويه فمتخيله ان كان اكيد في يعني كان في كانوا ممتنعين ان هم يتكلموا معاك او كده وقدرت تتخطى ده ازاي وازاي يعني وهل هو كان عادي بالنسبه لهم ان هم يقبلوا ان صورهم تتعرض بالشكل دوت وتسافر زي ما انت قلت؟ هو بص هو التفكير اللي اتكون عندي وانا ببدا تصوير ان انا كنت مصور شارع يعني بقابل ناس كتير وبقعد مع الناس كتير وبسمع حكايات كتير
هو فكرة المشاركة في المجتمع، ان انت تخيل كده انت كشخص بتروح مكان وبترفع الكاميرا فيه وبتصور من غير ما تعرف الناس، من غير ما الناس تعرفك. اكيد دي حاجة، حتى لو انت مصور، لو حد جه يصورك من غير سبب انت هتبقى عندك اسئلة، انت ليه بتصورني، او ليه انت عايز يعني تنشر حياتي. فبالنسبة لنا او بالنسبة لي على الاقل، هو التصوير هي اخر حاجة بتحصل في اي قصة. يعني فكرة انك تقرب من الناس او تعيش معاهم دي اهم حاجة في اي بحث، انك انت مهما كان انت بتبقى اوتسايدر، انت حد غريب، انت حد جاي عن المنطقة، مهما كان انت ما حسيتش اللي هم حسوه وممرتش باللي هم مروه. فانت ايه اللي يخليك انت كشخص تعمل القصة دي؟ عشان كده دايما مهم وانت شغال على اي مشروع او اي بحث تسأل نفسك، انا ليه انا اللي اشتغل على المشروع ده، وليه دلوقتي، وليه انا ايه النوايا بتاعتي من المشروع ده، انا ليه عايز اعمله؟ هل انا عايز اعمله عشان انا شغال في جورنال فهو ده assignment انا مكلف بيه اعمله خلاص، ولا انا بعمله عشان انا مأمن بالفكرة، ولا انا بعمله عشان الناس تسقفلي في الاخر وتقول لي برافو انت عملت قصة قوية جدا. فلازم تحدد النوايا بتاعتك، لان كل ده هيبان وانت قاعد مع الناس. فانا دي اول حاجة بفكر فيها، انا ليه بعمل المشروع ده وانا ليه عايز اعمله. طبعا بفكر في الحتة بتاعت اللي هو انا مهما كان غريب فانا عمري ما هعرف اوصل شيء وانا على الاقل ما حسيتوش، او على الاقل ما لمسنيش في حاجه، او على الاقل ما مرتش بجزء من التجربه اللي الناس مرت بيها. فلازم كان بالنسبه لي ان انا اعيش هناك. يعني انا حتى والدتي كنت اوقات بتشوفني لان انا عندي ازمه بس بشكل بسيط، برجع البيت تعبان، ان انا كنت ممكن اوقات اروح اعيش مع الناس بخمس ايام ورا بعض، هو كده كان مكان قريب مني، فتقول لي انت ايه اللي غصبك على كده. فابتدي اتكلم معاها اقول لها طب انا لو ما عشتوش طب انا ازاي هوثقه؟ يعني انا هم الناس دي بتتعب، طيب انا بقى انا ازاي بقى هقعد اصورهم واقول ان انا عارف الناس ازاي بتعاني، او ازاي حتى الحياه اليوميه بتاعت الناس اللي بتمر بيه كل يوم وانا ما عشتوش بشكل ما. فده كان تفكيري، انك انت اي بحث لازم تنغمس فيه زي ما دينا قالت، او انك انت على الاقل خليك موجود دايما هناك بشكل مستمر. التصوير ده اخر حاجه بتحصل، ان انت الناس بتثق فيك مع الوقت لما انت بتبقى نواياك واضحة، لما انت بتبقى حقيقي معاهم، وده بيحصل. يعني ده بروسيس، انت بتبني علاقة مع ناس مع الوقت. فانا بالنسبة لي كان ان انا اعيش مع عيلة برضو عشان ده يحميني بشكل ما، لان انا حد بشتغل بشكل حر، والمصنع اذى ناس كتير قبل كده بيتكلموا عن الموضوع. فان انا اعيش مع عيلة في مكان، وبعد ما احس ان انا خلاص انا ده وقت كافي مع العيلة دي، فاسألهم ان هما يبتدوا يعرفوني لعيلة تانية، فبيبتدوا هم يقدموني لعيلة تانية. فكان بالنسبة لي أنا بتحرك بالطريقة دي، حتى لما كنت بعد كده بروح لعيلة كنت بروح بثقة أكبر إن هم حد عرفني عليهم من العيلة التانية. فده إجابتي على السؤال ده. أنا عندي سؤال تاني برضو بخصوص الأهالي. يعني أنت كنت قلت إن هم طبعا كان في طرق كتير ان هم يحاولوا ياخدوا حقهم، وكان في اواضي وكان في قضايا وشكاوي كتير لوزاره الصحه وزاره البيئه. عايز اعرف انت لما رحت لهم بفكره التصوير دي، هل هم كانوا مؤمنين ان ده ممكن يبقى حل يجيب لهم حقهم او يحدث اي تغيير، ولا بصي في الاول كان الموضوع صعب لان الناس زهقت من الكلام، لان الناس كانت بتعترض، وكانت في ناس برضو خايفه شويه لان كان معظمهم اتاذى بسبب ان هو بيتكلم عن المشكله من المصنع يعني. فكان الموضوع صعب، بس طبعا زي ما بقول لك، هو انت في الاخر ما بتفصلش نفسك عن الناس اللي انت بتشتغل معاهم. انت في الاخر انت بتشتغل معاهم، هو ده ممكن يبقى انت بتقول وجهه نظرك في المشروع، هي حاجة يعني شخصية، بس في نفس الوقت انت لا، يعني انت بتعمل قصة عنهم، هم مش سبجكت، هم ابطال القصة، فهم لازم يبقى ليهم الصوت. ففكرة انك انت تشاركهم دايما بفكرك انت بتعمل المشروع ده ليه، وانت فكرك ايه عن ايه اللي ممكن يحصل، ده مهم ان الناس هتفهم ده. انا بعمل مشروع عشان انا شايف ان اللغة الفنية لما او اللغة البصرية، او حاول تبسطها بلغتهم، لما ده يتنشر الحكاوي بتاعتكو انا شايف ان ده مهم. انا بعمل مشروع مش عشان يخليكوا ضحيه مجتمع، لان دي برضو مشكله في الوسط بتاع المصورين الصحفيين او المصورين الوثائقيين، ان احنا بن ريفيكتمايز الناس تاني، او نخليهم ضحيه مجتمع، او ان احنا نخليهم نعيشهم بتروما بتاعتهم تاني في ان احنا نبدا نتكلم معاهم فيها. لا، كان جزء مهم برضو ان احنا بنوثق الحاله اليوميه. هي الست دي هي ما عندهاش مشكله، بس هي قاعده هنا عشان بيت ابوها وذكرياتها، ده جانب من الشخصيه بتاعتها هي ذات نفسها، اللي هو ممكن اي حد يلمسه، ان احنا بشر شبه بعض،
تقريبا في حاجات كتير اللي هو لا احنا بنحب الذكريات، بنحب البيت بتاعنا اللي احنا عشنا فيه طول عمرنا، او مثلا الست اللي هي الحمد لله برضو ما عندهاش مشكلة صحية، بس اللي هي بتداري الشقوق في البيت بتاعها عشان عايزة تشوف بيتها جميل زي اي ست تانية بتظبط بيتها يعني. فالحاجات دي مهمة برضو انك انت تفكر فيها وتشاركها مع الناس، انك انت مش بس بتسلط الضوء على المشكلة، بس انت كمان بتسلط الضوء عليهم هم كأشخاص كأبطال بيحكوا صوتهم هم. واكيد انت بتقابل حاجات، في ناس بتبقى مش مرتاحة، فانت دورك برضو انك انت تعرف مخاوفهم من ايه. لو حد خايف ان وشه يظهر زي شخص صورته في المصنع، احترم ده ولاقي طريقة انك انت توثقه من غير ما وشه ولا الهوية او الهوية بتاعته اسف تبان. او لو حد مش حابب ان هو يظهر عادي، اوقات انك هتسمع لأ، فممكن تاخد منهم جزء من كلامهم بس مش لازم توصل معاهم لحتة التصوير. فهو دايما هي عملية مرنة يعني، الموضوع مش اللي هو واحد اتنين تلاتة لازم يحصل يعني، فهي في الاخر هي تجربة ورحلة انت بتخوضها في القصة وتكمل يعني. انا شايف طيب في سؤال، في سؤال من روشانا، ممكن تسأل سؤال. Please ask your question. Yes, I cannot ask my question in Arabic. I hope that I can, I could understand everything. But kind of, I want to ask you about if did you have this exhibition in Kodak or no? Not yet. Yes, I had it in 2018. Okay, and it is not a problem because actually, although your work it is maybe you said it in Arabic, maybe that's why I couldn't understand. But this kind of photography, I mean, you are talking about, you are just giving the facts, but sometimes if you make the subject this is social issues, then it's gonna be social issues, they could be a political issues. Did you had any problem? To be honest, like one of the people who were working in the factory came to the exhibition, but I was there like staying in the exhibition. They didn't know my face, but when they asked me where is Mohamed Mahdy, I told them he's not here. And she started to like crise him and speak about the work like in a bad way, and this is not the truth. And of course I know the research, so I started to talk with them as like someone I heard some talks about what's happening, and they were against this actually. And this is one thing. And the other thing, one of the policemen came and he said like, how you do this exhibition and all those people gathering. But at that time I was signing a contract with the Ismailia company. So I told them just, this is an artistic vision. We are not attacking anyone. But to be honest, most of the time you do not know how you survived through this journey somehow. Because to be honest, a lot of people had problems, but like there is no direct answer for this. Because even if you are a photojournalist, even if you are working with a newspaper, there is no guarantee that you will be, that things will be okay with you. Yeah, so to be honest, like sometimes. And the other thing, and the other thing, my question, it is about your approach of the black and white. There are two questions. First thing it is, are you taking your photography in black and white from the beginning, and then you change it? And the next question is, why black and white? Okay, so answering your question, like first thing, yes, I'm taking my black and white from the camera directly because I have a mirrorless camera and I can see through the viewfinder everything in black and white. And so why I choose this, because there was no space for color in this story, because color gives a lot of different emotions, a lot of different like energy. And for me, it was about people gesture and people feelings. And also it was a part of the dust itself, like the dust in the cement is some kind, it's a gray scale. You can see it and you can notice. So for me, like it was important to focus on people feelings and gesture and not colors and not what they wear or how their homes look like from inside. Yeah. And sometimes, isn't it not like this? Because sometimes colors, they give other information that you cannot focus on
and subject that you want to. Exactly, exactly. And as I said, like, there was no room for this, like, for me. It means from the beginning, you don't take any color. From the beginning, you are taking black and white. Yes, yes. I turn my camera into black and white, and I can see in black and white because the viewfinder is digital. So it's like a screen. So you can see your tones of black and grayscale, everything. Yes. Okay. Thank you very much. عايز أسألك يا مهدي, هل كان في أي جهات إعلامية مصرية كتبت عن الموضوع أو نشرت عنه؟ يعني أنت عملت شير لخبر من نيويورك تايمز ومن The Amnesty, فمش عارف. بص, مصر في صحفيين كتبوا بشكل فردي, يعني لو دخلتوا على الإيفنت بتاع المعرض موندست على الفيسبوك هتلاقوا ان الصحفيين شيرت اللينكات بتاعت اللي هم كتبوه في الايفنت, بس ان هو الايفنت يعني ما كانتش ما اتنشرتش في جرايد كجورنال. لا, ان هو حد كلمني من جورنال مصري يسالني ان هو ننشر ده, لا ما حصلش خالص يعني. بس في صحفيين بشكل فردي كتير كلموني ان هم نازلين المنطقه يوثقوا اللي حصل تاني. اوكي. طب هو سؤال, بس هو يعني الفضول حيقتلني علشان دي يعني هو جدل بيحصل في مصر, هو جدل عقيم بصراحة, بس عن الصور اللي زي دي بتشوه سمعة مصر, خصوصا ان انت جات لك فرصة انك تنشر المعرض برا. هل حد جه قال لك الكلام ده؟ الكلام الفارغ ده؟ طبعا في ناس بتيجي تقول لي الكلام ده, يعني طبيعي نسمعه حتى لو حد مش ملوش علاقة بالفن, بس يعني بتسمعه كتير. بس هو برضو الفكرة في الآخر, حتى لما حد بيجي يتكلم معايا بقول له احنا مش بنهاجم حد, احنا مش بنهاجم دولة, احنا مش بنهاجم حكومة, احنا بنحاول ننقل حاجة بتحصل عشان يبقى في تفاهم من الناس كلها, يبقى الصورة واضحة قدامنا ونبتدي نشتغل عليها. هو الغرض الواحد في الآخر مش ان هو لا احنا نهاجم وخلاص, لا احنا عايزين يبقى في حلول. حتى انا ما ذكرتش الحكومة في القصة, لان هي الحكومة بشكل ما هي منفصلة شوية, لان المصنع متباع من زمان. فاحنا كان الهدف بتاعنا ان احنا نلفت نظر الحكومة ان هو في حاجة بتحصل هنا من مصنع بيعمل بشكل خاص, ان هو بص بيحصل منهم ايه, ان الحكومة ممكن تتدخل في ده. لان انا حقيقي ما اعرفش يعني هل الحكومة ازاي تقدر تتدخل في حاجة زي كده, بس انت بتعملي اللي عليك, لان برضو انا ما فهمش كل حاجة. انا دوري ان انا اوثق, ودوري ان انا اكون على الاقل حيادي على قد ما اقدر في توثيقي عشان انقل كل وجهات النظر. فده اللي انا بعمله. وفي الاخر ما حصلش تغيير الا بعد ما الصور دي اتنشرت. يعني هم بقى لهم سنين كتير بيناتوا باصلاح وما حصلش اي اكشن غير بعد ما نشرت المعرض. التغييرات اللي كانت بتحصل, وكان السكان معترضين عليها, فكره ان احنا بنجدد مدرسه, فكان السكان بالنسبه لهم انت ازاي بتجدد مدرسه والاطفال تعبانه, او ان هو مجدد جامع, طب برضو هنعمل ايه بالجامع كصحتنا, او ان احنا هنزرع شجر, طب اللي هو الشجر هيعمل ايه, وهكذا يعني. فهو كان في تغييرات في المجتمع بشكل ما, بس هي كانت تغييرات مش عمليه. حتى التغييرات اللي حصلت سواء بسبب القصه او المعرض او ايا كان, هي تغييرات بالنسبه لنا برضو بشوفها مؤقتة. عشان حتى كده يعني الفيلم, او هنحوريكم التيزر بتاعه, هو الفيلم احنا الغرض منه انك تبتدي تشوف الموضوع من وجهه نظر مختلفه شويه. طيب يا ناتي عندها سؤال. روني سألها. Okay, I'll just have a quick question. Thank you, Mohamed, for a brilliant presentation, and it's a really important project you've made, and you know, Mabruk, bravo Aleki, it's really amazing. I have a question kind of about like documentary photography, and I'm just wondering, you know, how do you keep going? What's your kind of belief in making this type of photography? Because, you know, we live in a world of, you know, fake news. It's a very cynical world. People's attention spans are very short, you know? So I just wanted to ask you, how do you keep going, and how do you sort of feel or think this type of photography can affect social political change in the world? Okay. It's a kind of personal answer for this, because like when I was a kid, I moved a lot with my family, like from home to another
like at some times of my life, like I reached like 4 houses per year. And of course, for me, it just gave me this feeling of, you feel like you are not belonging to a specific culture or a specific community. But also I was thinking when I was growing up that I felt like I'm taking a part of each person I have met in my life. And this has made me who am I today. So I do proud of who am I today. And I also grew up with the belief to be a reason for my community too, like by immersing myself. Like this is something like I'm thinking a lot about it. Like I'm not doing this because just it's my career, but also because I feel like we're gonna die one day, you know, somehow. And if I didn't use, as you can call it, my talent or the knowledge that I'm gathering with time to help my community, especially the communities that I grew up in the countries that I'm from. I do not like to go and do work in other countries, to be honest, because at the end I will be outsider, like at least in my community, I'm somehow like know more about them. And this is like kind of a personal belief. Like I feel like it's not in a negative way that we're gonna die, but at least like you're trying to be beneficial in your community and to use the power of the narrative and storytelling in gathering people together. Because as I said in previously, like I do feel that people, like our nature is beautiful, like we are beautiful human beings inside, but somehow environment and culture and education changes your beliefs and changes, like also your experience changes you as a person. But I feel like our role as an artist is like to reconnect people again, somehow with our images, somehow with our movies, with our music, but at least like you gather people for something. And the people, when they know, they got, I feel like that, like when we are together, we are stronger. Because maybe I do my role as a visual storyteller, like to document something and publish it. And this is gonna like make more awareness, but also maybe someone out there will see my story and he has the ability to make a change in the society. Maybe he's working with an environmental organization or someone has a power to give people money or to help people with like medicine or medical, or I don't know, just like, this is my thinking, like the more I publish this, the more it reaches to more people, it's somehow people will catch it. And this happened actually with time. And I'm proud of this somehow, if this answer your question. Okay, so part of the presentation, because yeah, this was the teaser of the movie. Can I show it to you, Emily? بناكل اسمنت بنشرب اسمنت بننام على اسمنت ده صدر واحد مدخن صدر واحد بيشرب شيش اكنه من صدر الطفل ابويا لو الله يرحمه لو يعرف الكلام ده هيبقى قدامنا كده ما كانش حط فلوسه في الارض تعتبر تربه لينا. The movie is a different way to communicate with people. Didn't publish yet out there to public, but I hope soon, but also part of the exhibition because it's gone everywhere actually. And this is something I didn't plan for, but actually the work was going to different places in US and in France, Benelli, and also in Dubai. And recently he has been to Hamburg Museum in Hamburg Bahnhof Museum in Germany. And yeah, it's just sometimes you just do your role, as I was talking, and you never know where the story will travel. And I guess this is the end of my presentation, but of course, if you have any question, we can talk about it. It's هو يعني ده احنا قربنا نخلص هو فاضل 3 دقايق فلو حد عنده سؤال اخر سؤال انا ممكن اسال اتفضلي يا ناس معلش كان لازم اتحرك ميرسي جدا يا مهدي على التوك النهارده حقيقي انا مبسوطه جدا ان انا اسمع منك انت شخصيا البروجكت فرق كبير من ان انا بس كمان اشوفه
انت بس عندي سؤالين، انت في اسئله خلاص اتسالت، بس السؤال عندي ان انت بتريفير في وانت بتتكلم ان احنا، فهل هو كان معاك حدك، هل هو كان تيم شغال معاك على ان انت ازاي توصل الناس او كده، ولا ايه؟ هو في القصة انا دايما بريفير على احنا عشان انا والسكان، يعني بحس ان هو في الاخر مش قصتي انا بس، هم الناس الاهالي هم اللي ساعدوني وده صوتهم، فهي مش حكي انا لوحدي، فدايما دي اول حاجة يعني بريفير عليها بالكلمة دي، ان هو انا والسكان احنا اللي عملنا القصة دي سوا، واحنا برضو التفاصيل اللي في النص، الناس اللي انت بتقابليهم بتاخدي رأيهم في القصة، الناس اللي انت زي مثلا المعرض انا ما عملتوش لوحدي، هو بالفعل الناس اتبرعت بجزء من فلوس الشخصي، ميدو ساعدني في ان انا اعمل المعرض، رنا النمر قعدت معايا بشكل شخصي كتر خيرها، فوتوبيا وصلوني بالاسماعيلية، الناس اللي قعدت معايا هناك، فده دايما احنا لما بحس ان احنا برضو مجالنا هو كبير ومحدش بيعمل حاجة لوحده، فهو بس يعني للحق يعني ان انا ادي الناس دي حقها. يعني الفيلم طبعا فيه في الكريدت التيم اللي اشتغل معايا، كانت الاديتور هي احمد وسيف عبد الله ساعدني في التصوير عشان اقدر اركز في الاخراج، وكان هشام عطا الله في الصوت، ده كان التيم الرئيسي، بس كان ناس كتير جدا طبعا حطيتهم في الفيلم، ان هم كان الاحاديث حتى اللي كنا بنمر بيها سوا كانت دايما مفيدة، يعني دايما تعرف الناس رد فعلها ايه او بيستقبلوا القصة ازاي وهكذا. اوكي، عامه انا مهتمه جدا، يعني انا عجبني قوي لما قلت ان انت في حد في المصنع علمته اساسيات التصوير وخد لك صوره عامه للبحث، فالعلاقه عامه اللي انت بتبنيها ما بينك وما بين الناس والاكسس ليهم والوقت اللي بتقضيه معاهم، ده اعتقد من العناصر المهمه جدا جدا للبروجكت. يعني لو كان في وقت أطول كنت أتمنى إن إحنا نقعد نحكي عليه كمان أكتر. بس السؤال الثاني، هل ممكن ترجع ليهم بعد، أنت بتقول 12 في 2018 صح؟ أنا شفت بسرعة كده وإحنا بنتكلم دلوقتي، فهل ممكن في لحظة تاني ترجع لهم وبعد السنين ده وتشوف التغيير، ترجع لنفس الناس تشوف لو في أي حاجة مختلفة؟ هو لحد دلوقتي احنا لسه على تواصل، يعني هو القصة ما خلصتش في 2018 لان بدأت مرحلة الفيلم على طول، والفيلم كانت المرحلة مستمرة لحد 2020، وبعد الفيلم حتى انا ما زلت بزور معظم الناس، يعني بنروح نقعد مع بعض او سواء بنخرج في مكان بره، حتى انا قبل ما اجي هنا يعني كنت لسه مع حد من الاهالي هناك في وادي القمر يعني بزوره، فهو الموضوع مستمر كعلاقة شخصية بناس معينة، بتواصل مستمر ما بيننا حتى التليفونات أو حتى على السوشيال ميديا، بس أكيد يعني إن الواحد برضو هو بيفكر يعني التغيير بيستمر إزاي، لأن الوقت بيعدي ففي حاجة ممكن تحصل، فأوقات حتى وانت قاعدة معهم بتسمعي حاجة مختلفة فبتروحي لها، يعني اللي هو لو ده هيساعد أكيد هعمله، يعني لو هو ده لقيت إن هو بعد فكرة الفيلم لو في حاجة تانية ممكن نعملها في المنطقة تكون بتخاطب بشكل مختلف اكيد يعني هحب ان انا ارجع واعمل ده تاني، يعني اكيد يعني مش هتاخر عليا. طيب احنا هنختم التسجيل بس ممكن نكمل يعني النقاش بعد كده، فشكرا يا مهدي جدا على وقتك وعلى المشروع العظيم ده، وفعلا متطلعه جدا اشوف ايه اللي هيجي بعد كده منك. خير، شكرا، قريبه، ميرسي خالص، شكرا جدا.